إمارات. تعلمت الخياطة من صغري، من كان عمري 16 سنة بديت بالخياطة. كنت أخيط يعني للأهل وللخوات وللهذي كل، يعني كنت بنت بعد ما متزوجي. بعدين تزوجت وصار عندي طفلين، فزوجي انفقد بحرب إيران بالحرب يعني سنة 80. صارت مسؤوليتي أكبر، وصار يعني عندي أطفال وصوت، وأنا الأم وأنا الأب. لما ما يعني شوية الدنيا والأمورات تحررت الموصل والمدينة، رجعت وفتحت بسوق النبي. كان كلش محلي صغير، ما بينه مترين بمترين، بس حلمي أنه أنا أفتح محل كبير يعني، وأشغل معي ناس، وتعرف يعني الناس أكثر النساء فقراء وكثير منهم وصاحبين أطفال. فحبيت أعلم، لأن أنا ضقت هذا الشيء، قلت أعلم النساء الخياطة، هي أحلى شيء ما أنه تخيط يعني. افتح لي أزياء وافتح لي معرض كبير، وشيء اللي أريد أقوله أنه أنا أشقد ما عانيت، وأريد كل مطلقة وكل يعني صاحبة أيتام أجيبها أعلمها وأشغلها عندي، حتى ما تكون المرأة تحتاج يعني، ما أريد أحد يحتاج. هذا حلمي يعني، أتمنى أنه أنا أعين هذول النساء يعني صاحبين أولاد. فتحتون أول مرة كان صغير، بعدين كبرته يعني، وبحدي من الخياطة أجمع وهذه وأفتح أكثر يعني، وأشتغي ماكينة أكثر، ومن خياطة بجايم وفساتين إلى بدلات أعراس. تعرف بدلات الأعراس يعني هذه أكثر يعني إنتاجها، وأسعارهم أغلى يعني، متعبة أكثر، والله متعبة أكثر وتكلفنا أكثر، بس إن شاء الله يعني نحقق الشيء اللي الناس تريده إن شاء الله.